تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام فضل بابوي يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام. مرة واحدة ركبت قالت لي هزني لدار خويا وانا لا نعرف خويا قالت لي ما تعرفش خويا هزني تا لدار خويا يا ولدي وين جاي خوك برا لوش وهبطت هي من التاكسي وحلت فهم قالت لي ما نطلب تنزل دار خويا لا وين ولا حتى شيء كيما كان الحكايه نتاع بحث الفوتو دار هذا يهزني دار خويا اقوى طرفه صارت لي مراه هزيتها من البحيره قالت لي هزني لدار ولدي بعد ما وصلتها للبحيره وين دار ولدي قالت لي المال كيما لقيتهاش ورجعني للبلاصتي للماده كي وصلت للماده قلت لها حاجه اجي خلصني قالت لي خلصك انت وصلتني دار ولدي اجري يعطيك جدري براحتك قالت لي بعد مدة قابلت مع ولدها قلت له قال لي ايش نحكي لك بس شنو هي الحكايه قلت له 2700 وش تنحكي لك انا حكايه امك اقوى طرف اخويا العزيز جاب لي 50 دينار على 500 فرنك نصرف لي باش نخلص يا اخي باش نخلص خلصت عليه ب 50 دينار يعني ترجع له 49 دينار و500 باش يرضى عليك المواطن وقت هي الكهرباء هذه ب 70 مليون 70 مليون طر 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 على 500 فرنك يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام.